يسعد أوقاتكم أعزائي. اليوم حنعمل حلو، وهذا الطبق مشهور كتير بلبنان اسمه حلو ليالي لبنان. أول شي حنبتدي بالقطر. القطر نوعين، في عنا النوع الخفيف والنوع التقيل. النوع الخفيف هو اللي بيسكب فوق الحلويات، والنوع التقيل هو اللي بينقع فيه الحلويات، اللي مثل المعكرون، مثل العوامي، مثل البسبوسة. فمقادير القطر الخفيف هو كاستين من السكر، بيجي معهم كاسة مي، معلقتين موارد ومعلقة مزهر وعصرة حامض أو معلقة كبيرة حامض. بالنسبة للحامض والمزهر، الحامض بينضاف بس تغلي القطر شوي مي والسكر، بس يغلو منضيف الحامض. قبل ما نطفي تحت القطر منحط المزهر. هلأ منحطهم على النار، هون بلش يغلي المي. هلأ منضيف عصرة الحامض اللي قلنا عنها، ومنخفف النار، نتركه شي 10 دقايق لا يتعقد شوي. هلأ البيز تبع الحلو عنا هون 4 أكواب حليب، كوب سميد، وعندي كوب فريش كريم. بصراحة هيدي الإضافة من عندي أنا، لأنه الفريش كريم بيعطي الطعم للسميد، إنه ما يكون كتير مطعم السميد فيها، بيعطي كتير طعمي طيبة. وعندي 2 معلقة سكر ومزهر وموارد، معلقة صغيرة. فلنبتدي أول شيء بعملين البيز. في عندي هون الحليب، سكبنا السميد فوق الحليب، 2 معلقة سكر، وهاي الفريش كريم فوق منه، نخلطهم. نحطهم على النار، ضل نحرك فيهم لا يسمك المزيج. هلا بطفي النار تحت القطر، حط معلقة صغيرة، معلقة تانية. هلا ليه حطيت المي المزهر والمورد بعد ما طفيت النار؟ لانه بضل طعمة المزهر موجودة، بس اذا بحطهم هني على النار تتبخر المزهر والمورد من طعمة القطر، فهيك بتضل القطر محتفظة بهاي طعمة المزهر. هون جمدة السمك الحليب والسمير، بطفي تحتهم، حط لي 2 معلقة مزهر، نرفعهم عن النار. اوكي، هلا بدنا نسكب السميد قاعدة، ما بخليها كتير سميكة، تقريبا 0.5 سم البيز بيكون. خليها شوي تتفتر، بعدين منحطها بالبراد لتبرد عشان القشطة نحط عليها، لأنه ما بصير نحط القشطة هي وسخنة بتسيح القشطة. ولزينة الحلو ليالي لبنان، في عنا قلوبات مخلوطة اللي هي لوز وكاجو، في عندي فستق مطحون، وفي عندي جوز الهند. طبعا حسب الصحن قد ايه كبير صغير بتحطوا اللزينة. انا هون حاطة 2 معلقة كبار جوز الهند، 2 معلقة كبار للفستق، وكمشة قلوبات اذا بدهم زيادة او اقل، انتو حسب اكيد الصحن اللي بتضيفوا فيه او اللي بتحطوا فيه. اوكي، هلا لعمل القشطة حطينا مثل ما قلت 1 لتر الحليب، بنطره ليغلي، وبعد منه بحط فوق منه العصرة الحامض او النص حامضة. اوكي، هون بلش
حليب يغلي. بدكم تنتبهوا كمان انه ضلكم واقفين حدا عشان ما يفور الحليب. هون عم ببلش بده يغلي، حعصر النص حامضة. بدي هلا انطر، حتفصل المي هلا لانه حطينا حامض، حتفصل المي وتطلع القشطة لفوق والمي تترسب لتحت. كيف بدي اعرف انه عم بتجمع قشطة عندي هون؟ حتصير المي صفرة. هي هون بلش يجمع عندي القشطة، بس يبلش يغلي ساعتها حتتجمع القشطة على الوش، فبنعرف ساعتها انه صار عندنا قشطة. على فكرة هيدي ممكن كمان هاي القشطة الطبيعية ممكن تنعمل كمان، بسموها الجبن القريشي كمان او اللبن القريشي. هاي بلشت تصفر عندي المي، هاي المي هون صفرت، فصل القشطة عن المي. هلا بدي صفيهم وحطهم بصحن ليبردوا شوي. هلا بنصفيهم، خليهم بالمصفاية ليبردوا شوي ويتصفوا من المي. اكيد اذا نزلت بذرة حامض منشيلها، ما بيأثر يعني. صار عندنا هيدي القشطة طبيعية وهاي القشطة الجاهزة، بخلطهم مع بعضهم. انا حطيت القشطة الجيمر، حطيتها فوق القشطة اللي عملتها بعدها مفترة شوي، ما بردت كتير. ليه؟ لانه هيك بقدر سهل علي انه مدها للقشطة احسن ما تجمد وتنزعلي السميد. هلا منزينها طبعا حسب الذوق، كل واحد كيف بحب تكون، حتى بالبراد لتبرد وبعدين منقدمها. اوكي، بعد ما زيناها بدنا نحطها بالبراد تقريبا ساعتين ثلاثة، او هي ساعة بزيادة عليها، بس انا بغطيها. ليه؟ لانه ما بدي القلوبات تنشف، القشطة تصير ناشفة من البراد، سو بغطيها وهيك بتضلها كأنها بعدها فريش، ما بيجي بس شي معي. اوكي، تقريبا قعدت ساعتين بالبراد، خلصنا. نقطعها هلا ونقدمها. نرش عليها شوية قطر حسب الرغبة، وهيك بيكون خلص طبقنا لليوم اللي هو ليالي لبنان. إن شاء الله يكون عجبتكم الوصفة، وإذا عجبكم الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لي شير وسبسكرايب. بشوفكم إن شاء الله بوصفة جديدة. باي باي.